صباح الخير. طبعا في البدايه برحب بيك يا كريم، واكيد برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، ومن هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره هكون معاك اكيد ومع كل جمهور 10 الصبح في الاهلي عشان انقل لكم كل الامور واخبار جميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي. بس طبعا خليني في البدايه انا كمان يا كريم اوجه التهنئه وابارك لكل جمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بعد فوز وتتويج رجال الاهلي امبارح، يعني فريق الاول لكره القدم ببرونزيه كاس العالم للانديه المرة الثانية على التوالي والمرة الثالثة في تاريخه. يعني رغم كل الظروف والصعوبات اللي يعني واجهت فريقنا قبل وأثناء البطولة، ولكن قدروا امبارح ان هم يفرحوا جميع جماهير النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية. كمان خليني اطمن جميع جماهير النادي الاهلي على بعثه فريقنا في ابو ظبي الامارات اللي يعني من حوالي ساعتين يا كريم بالفعل بداوا التحرك لمطار ابو ظبي عشان يعني يستعدوا للعوده مره اخرى للقاهره. يمكن ان شاء الله يعني تقريبا البعثه او الفريق هيوصل لمطار القاهره الدولي حوالي الساعه 12 الظهر، فده بالنسبه لاحوال فريقنا فريق الاول لكره القدم بعد التتويج ببرونزيه كاس العالم للانديه. كمان خليني اروح لاخبار جميع الفرق الرياضيه والالعاب الاخرى، وهبتدي معاكم بفريق الاول لكره السله سيدات اللي امبارح قدروا ان هم يحققوا فوز مهم على نادي سموحه في مدينه الاسكندريه على صاله نادي سموحه بنتيجه 85 85، وده كان ضمن منافسات بطولة دوري السوبر لكرة السلة سيدات. النهاردة إن شاء الله سيدات السلة هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات وهيعودوا مرة أخرى للتدريبات الجماعية بكرة إن شاء الله عشان يستعدوا للمواجهات القادمة في بطولة الدوري. كمان الماسترز أو رجال الطايرة تحت قيادة الكابتن ميدو مسلحي امبارح حققوا برضو فوز مهم على نادي طلائع الجيش بثلاث أشواط مقابل لا شيء، والمباراة أقيمت على صالة نادي طلائع الجيش، وده كان ضمن يعني أو كان في الدور الأول من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري لكرة الطايرة. إن شاء الله يعني رجال الماسترز النهاردة هيوصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان يستعدوا للمباراة القادمة يوم الثلاثاء واللي هتكون أمام مصر للبترول، وبرضه هتكون ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لكرة الطايرة. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان خلينا نتكلم شويه عن الهاندبول او يعني قطاع كره اليد داخل النادي الاهلي وسيدات اليد بيواصلوا تدريبات برضو بشكل طبيعي. النهارده عندهم تدريب من الساعه 6 للساعه 8 على صاله امير عبد الله الفيصل عشان يستعدوا لعوده المباريات مره اخرى في بطوله الدوري، ولا يعني هتبتدي او هتكون اول يوم اول مباراه لسيدات اليد هتكون يوم 11/3 الشهر القادم ان شاء الله، وهتكون امام نادي الجزيره في تمام الساعه الثانية مساء أو الساعة 2 يعني بعد الظهر على صالة نادي الجزيرة. كمان رجال اليد النهاردة إن شاء الله هيوصلوا تدريبات بشكل طبيعي، والتدريب عندهم هيكون الساعة 4 على نفس الصالة بتمرن عليها سيدات اليد وهي صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة واللي هتكون أمام سبورتنج كريم، ودي هتقام إن شاء الله على نفس الصالة صالة النادي الأهلي أو صالة الأمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. وسيدات الطايره تحت قياده الكابتن حمدي الصافي النهارده ان شاء الله عندهم تمرين وهيوصلوا تدريبات بشكل طبيعي، عندهم تمرين الساعه 1:30 عشان بكره ان شاء الله عندهم مواجهه مهمه مع نادي الطيران، وده هيكون ضمن منافسات بطوله ايضا الدوري المصري لكره الطايره. ان شاء الله المباراه هتكون برده هنا داخل مقر النادي على صاله الشهداء في تمام الساعه 4 عصرا، وده هيكون يعني دي كل الاخبار بالنسبه للفرق الرياضيه للنادي الاهلي. يعني دي يا كريم كانت كل اخبارنا النهارده بالنسبه للفرق الرياضيه وكمان احوال بعثه فريق النادي الاهلي في ابو ظبي الامارات بعد التتويج والفوز ببرونزيه كاس العالم للانديه. اكيد انا معاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. لا والله يا سلام.